شليت كل شيء انا. بيشيل ثلاث كراسي ايوه الحين غصب، لا بيركب ثلاث كراسي عليه، ما يركب، فهمت علي؟ افا فنسوي ريسيرش حق لارج ستورج احسن. اوكي بس بالوعد بتري هذا، ها بالوعد بتري. بس انا شو كنت بسوي ريسيرش اصلا؟ ذكرني، انا كنت بسوي ريسيرش حق شيء ثاني يا اخي. هاي قطع السيارة ميديم برنتر، هذا كله اوريدي. ايه كنت ابغى حق شو اسمه اسوي ريسيرش حق مال السلندر، هو ذكرت. لانه ما يستوي الصراحة، نت وورث ما يستوي نت وورث نستغني عن ال ال هذا. شوف هاي الشيء شريدرز، اظني هاي الهم شيء تريد بلاتفورم. شو يسوي تريد بلاتفورم؟ وين الاكسجين يا اخي؟ كل شوي اضيع الاكسجين انا من مكانه. ستورج ميديم ستورج بعد ضيعته من الاكسجين، ما ادري وين. هاي هذا طب الزميل شاف لي نشفه، هاي عاد الكرسي مش قادر تدري يا ريان. لل انا الحين مخي طار يا ريال، المهم نسيت وين الاكسجين يا اخي. ما كان هني يا اخي. لحظة خلنا نحط ريسيرش الثاني. وين ريسيرش الثاني عقيت انا؟ انت حطيت ريسيرش ثاني خلص؟ واحد لا. نحن يبين واحد اصلا صح؟ واحد بس يا جماعة. انا مش قادر احصل الاكسجين وين كان. ابى افتح تانك الاكسجين. نصر دور في هذا الريسيرش، دوخت انا. اسمه هو ترى اللي حاول اتذكره يا اخي. هل هو ذكر اسمه؟ ها ها حصلته، اسمه الاكسجين تانك. سمون 1600 بايت ناقصنا بعد. خلنا نسير بالريسيرش اللي برا. وين صار كرسي؟ وين منهم بتسوق شي؟ مقلد هم طايع يا ريال جسم. ترى ما تحط كرسي ثاني سلسل، ترى ما تحط كرسي ثاني. يس ترى ما تحط فول ستورج. ارمي احط بس هو مقلش، ما ارمي احط فوق عرفت؟ ها آه. اوكي ها آه. حطيت ثاني. ها آه انا حطيته فوق. انزين اركب اركب خلنا مسير ريسيرش بني. يلا يلا روح ما يتحرك، انت تسوق اظني. اركب الحين. اركب. اللعبة تعلق عندي، شو السالفة؟ ايه عندك نفس الشيء؟ ايه قلتنا اللعبة يا ريان. خربنا ابو اللعبة. ترى وراك شيء ها؟ الحين قام يشكي، لا رجع الكرسي، لا اقول لك اركب اركب، قلتها؟ تعال نبغى نسل ريسيرش يا اخي. شو السالفة؟ طيارة حبيبي. قول والله زين الحقني عيال. لا تلزق مني، لا تلزق مني، خليك بعيد عني، بعيد بعيد. تبغى اكسجين ها؟
نحن يعني مش العاصفة مش مش العاصفة جايتنا نحن العاصفة بعد ايوه يا بالوقاحة وين كنا نتخبى وال وين كان المكان يا اخي ما تشوف عاصفة نسبت في شيء مشكلة مش في العاصفة مشكلة مش في الظروف الجوية مشكلة مش في شيء ثاني مشكلة في هذا البتري تقريبا خلص خلي تري العاصفة تخوز يمكن لنا شوي شمس حصل بتري عندي بتري واحد بس ما تشوفه ما بخسر بتاري عرف اذا مكان الجثة الحين يبين اكس زين شي سيد ابو يخرب بيت الجلتش الخايس في ريسيرش على الشارع تشوفه من هني تشوفه في ريسيرشين هني بدربنا شلون نرجع خلاص يلا في وايد ريسيرشات تشوفه هني ريسيرش بالهبل تشوفهم في قدام بعد اخضر واحد هني شليتهم ما يركب مكان ثاني اصلا فخلنا نرجع بتري مالي مخلص خلاص ما يسوى علينا المشوار قلت خايس سريع هذا السولر ها سوى شيء بعد زين ما 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 يزم هذا يبالي سولر عود مال مباني يا ريال صح هاي يبالي مدله كيبل من القاعده لهني اظن الشمس خلتها ابطا بس انزين اقول لك روح يصير في فوق بعد ها مش بس تحت انت اسميك مقلتش اللعبه انا ادور عليك يا ريال دعمت الدنيا صدق والله ترى البتري ما قاعد يترش بس مخلي السولر غصب معي ايش الموتر انا واد قول لابس حفاظه زين وين انا وين ساير احس غلط رايح ساير عكس عكس بروحه ما في بتري خلي اروح في العكس زين في كهف هنا كهيف تبغى ندخل لا ما يسوى علينا البتري ما يكفي لا ما يسوى لازم اني سيارتين واحده حق اكسجين شوف قاعد يخلص البتري والله ما يستحويها لحظة لحظة دولار ظن مو شيء سيء الحين يا سيء شو بعد قاعد يصرف بتري ترى عن ماي لا وقف الحين صرف خلينا نسير الشرشة الوسخ هذا يبال البتري العود هذا تعرف تشبك له؟ اظني ما بيكفي بعد يصرف اكثر من البيس مالنا هذا يخرب بيته احسه بطيء ايش السالفة؟ عاد هذاك العود كيف بيصرف؟ ما تدري لان الصغير مو ما يصرف عرفت؟ هيييي دبل بتري وحالتنا لله ونشرشه هو قاعد يشرش الحين ترى تشوف لا ما قاعد يشرش ترى مقلش الجيم شو رايك تنزل من الكرسي والله يطقع بالجو يا اخي ايه انا شفت شيء قال لي شوي شوي سوى عمل حقيقي ما يسوى علينا فاتحين شركة تسلا ستمية بس ها؟ الأخضر 600 بس نبى 300 الحين
اهم شيء تشرشل وسخ. انزين الحين نبغى مجموعه شغلات. وين صار اسمه الاكسجين تانك يا رجال؟ من الفزعه نسيت وين السماه كله. انزين باقي لنا 200 وبنسوي اكسجين تانك. انا اقول لك نشيل واحد من هالسولر الاثنين ونركبه عليه. تصدق والله شوف الحين لا شوف الحين يبالنا بعد شو نسوي ريسيرش حق اللي هو لارج ستورج نقدر نركب على السيارة. نركب عليه وايد سومان تعرف، بس يبال 1500 وما بصرف 1500 عليه لان الاكسجين عندنا اهم الحين. نبغى نسوي لنا اكسجين تانكس. بس شوف هذا بس اثنين ها؟ شوف هذا بس اثنين، بس اثنين يشل يعني. شوف ورا الستورج هذا بس اثنين. هي بس هذا يشل ستورج زيادة الحين؟ ما نبغى ستورج زيادة، احنا نبغى مسطحات شوي. نبغى نشوف العود كم يشل عرفتي، بس يبغى له 6000 ريسيرش. فاذا بنتم نجيب ريسيرش ما بخلص يا اخي تبسط. احس انه هو مخرب كهربة البيس كامل. انزين ريسيرش لا ما عندنا مشكلة بالكهرباء تصدق. شوف هذا مفول 40 ساعة. لا لا انا ياس انقذ شو اسمه انقم السيارة. انزين هاي صح يا اخي. وين كان؟ والله نسيت مره ثانيه يا اخي بلا مش ذاكرت ضعيف انا. هذا هذا هنا كان. هنا كان هذا هو سمول اكسجين تانك. سمول اكسجين تانك بيكون في وين؟ مش هني؟ شنطة ظن تسوي طلعت في الشنطة. مش في الشنطة طار طار. انزين تانك هذو في الشنطة. تانك هذو تانك شيبة تيتانيوم. التيتانيوم وين طلع لك يا الحين؟ نحن ناقصين. ما حصلنا معدن. ما حصلنا معدن جديد شيء نحن. شو تيتانيوم شو نسوي؟ عطنا الحل يا صديقي. اظن معدن. هو معدن ايه ما نختلف على هالشيء يعني. خلنا نعقل المليون كومبوند اللي عندنا لحظة. زين بس مو وين النيب التانيوم؟ وانا الستور قاوي قلت شي ها؟ والله نوسع الحفرة شو. خله خله تحب لين يقول امين. شو الحل الحين؟ يبغى تيتانيوم. مشكلة الفلتر استهلاكي، الفلتر يخلص عقد زبالة يروح عليك. ايه فلتر هذا هو يستهلك كومبوند، فانت تبغى تسوي سبام حق شيء يخلص الكومبوند مالك ما تبغى صح؟ ولا شو رايك؟ كلامك سليم. وهذا التبن خلنا نحط عليه سمول ويند شيء. هذا مش سمول. نفس الشيء لازم ياخذ المساحه نفسها ما يركب مكان ثاني. اذا شيء السالفه خلنا نشيل هذا. شوف تبى الصراحه تعرف شو نقدر نسوي؟ شو شوف البتاري الاثنين حطه هني تحت. بس بعدين تبى تحط ريسيرش انت اثنين ترى هذا is... هذا بتشله ترى هني بتحط ريسيرش واحد عرفت؟ ما ينحط فوق هذا بنشيله ينحط؟ يا عين ها كيف ارده مقلش ما ادري شو مطايا يحطه. انت اللي مقلش ترى انا عادي عندي انت لو هد انا بركبه حطه حطه
زين ترى هو نفس الشيء ما سوي شيء بس بشيل الستورج والحل حل خلي هذا الستورج ركب عليه البنفسجي 450 سمول وينتر باين سمول وينتر باين بنركب سولر وسمول وينتر باين الاثنين سمول وينتر باين شوي يبغى له الومنيوم حلو الومنيوم عندنا بس يبغى له وينتر باين خلنا نشيل الومنيوم ان شاء الله اسمه الوينتر بان يسوي فيه شيء ما اظن يحهز فيه شعره ما اظن يسوي شيء انت الحين ما في هو شو الفايده يسوي الحين ما في لا هو ولا شمس خلنا نجرب اوكي حرك عيني او هذا ولا ما يتحرك لا خلص على طول حبتين بتري حيوان زين راح اجي تخسر يحرك هالشيء للتبن زين المشكله شو حل البتري يا اخي هذا حط له شو اسمه انت تشوف بتري واحد يوديك وين الصين يا ريال اه مصيبة عاد العود كيف يصرف بتري؟ انا اقول لك هاي شو اسوي فيها لحظة خلنا نشوف اول شيء اللارج ستورج متى وين صار؟ اللارج ستورج شو يبغى له؟ 1500 كم عندنا نحن؟ عندنا 300 يبالنا حبتين على الاخر ريسيرش خلنا نصير اني بحبتين عندنا دام انه فيه هو خلنا نستعمل العاصفة عشان نحصل بتري طيب بمشي وياك عشان اجيب الرد الثاني اوكي ليش انت كل ما تقرب من هذا يقلج على فكرة ما وينتر باين ما 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 يتحرك على فكرة اه تحرك الحين تبا انت ميت يصوب الموتر يقلتش قلتش حتى عين قلتش بعد انا نفس الشيء الحين اوكي لا واضح يا رعب ايوه استوت طط كفو الدريول طلع ابوه بعد تمام بتارك لا بس زين الويند اوكي العاصفه زين تمشى في العاصفه حق البتري بس انت وين سحبت عليك انا صح وراك لا وراك انا وراك طي شويه يعني. هذا كم في تقول ريسيرش يعطينا هذا؟ الحين كان 1000 صح؟ في غيره قريب ريسيرش؟ يا هذا المكان وضع ما جدي هنا صح؟ نيت اللي قبل طبعا يمكن نيت الكومايت ما اعرف شوف يعني خلنا نشوف شكله ما في شيء تصدق ما احب اطيح تحت لان عندي عداوه مع الاكسجين الحين لازم نبتي تيتانيوم نصري تيتانيوم كيف تسوي شكله ما في شيء سليحه
خليه يوديه. يلا يلا وين نحن مثلا؟ هناك كان هاي الريسيرش بالهبل يا ريان. ها ما في ريسيرش يا نعمي، هذا الريسيرش. جبته؟ كفو. يلا سرنا. يا ليت اشل اكثر يا اخي. ها ما يعطي شيء خالص، السلاح 400. واحد. لازم نجيب سيارة ثانية. بس الويند اوكي شوي افضل، يوم يهب شوي هو زين. هناك سيارة شوف من جثث. بس طالع مين سار اذا حصلنا كمباوند شوي، ولا انت تبغى ننزل بعد نشيك؟ ابتيو والله تيتانيوم يا اخي من وين بتجيب؟ نحن كله اندر جراوند، ما تشيكنا ابوف جراوند يا اخي. ترى هذا في اثنين بعد، اثنين هاي ما ترم تشيلهم، ما ترم تشيلهم. بس تعرف شو بسوي؟ تعرف شو بسوي؟ لحظة هني في شيء تحت؟ بحطه كله مكان واحد. رحت حاشو سالفه سالفه شنو فيه؟ هاي ثلاثة الحين هني أربعة. هاي بس يبغانا نشيك ريسورس أبوف جراوند ترى. سل السيارة وخلنا نشيك. شو رأيك؟ عندك بتري؟ عندك سولر؟ ايوه عادي. لا سيارة فيها يعني ولا مو فيها؟ ترى فيها ولا مو فيها يمشي هذا مالك. اللي عندك مسواي حق الأورجانيك أظنيت، حط عليه جنريتر. تعال 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 تعال، حصلت شيء انترستنج تشوفه. تعال بل. ما تشوفه السفينة من مكوك وش كبره فوق الجبل؟ بس كفو والله. ايه الحين شفته. انت في السيارة شوي لين عصفة تروح. الله الله الله، اوف رودنج. وقف عندي شوي. جبت انقل غلط والله. سيدا ياس يطلع فوق. كفو كفو، خلنا نطلع البتري. لا اوكي زين. نشبته يا ريال، خله منشب احسن. بس ادخل داخل السفينه، برا ما بيكون في شيء. احفر من داخل. المهم من داخل ما تشوف السالفة. لسو كرسي كوبر ليثيوم ألمنيوم شو بعد فيه؟ كرسي ما نبغى. تبغى كرسي انت؟ اخذنا كبر الالمنيوم.
الا مش هنا سؤال، اذا نريد نحط نفس المعدن مره ثانيه داخل طلع لنا معدن ثاني، فهمت علي؟ ترى يعني اذا الحين نحط شيء اوف 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 اخلي يعني اذا نحط الالومنيوم مره ثانيه داخل ما يصير تيتانيوم ولا هذا شيء وهذا شيء؟ المفروض هذا شيء وهذا شيء فعليا انجربت لازم خلها تنزل يعني تسوي له فلب اقول لك شيء كيف تحت بس حمر لونه ولا اوكي نفس العادي ما بدخل فيه في العود كيف ترتيب طبعا هاي بالنار لا لازم نحصل حل يعني ما انت وين انت هنا خلاص خلي هذا واقف هنا بركن يلا تعال انجلب يفتح قبته يلا بس بكنا شوي هذا تحت يبل يمكن يكون في تيتانيوم تيتانيوم ان شاء الله في بتري سفر هنا تبا ايه شو في هنا في زق بالغاز بنقع واه ما يطلع وايد ترى وقف هني وقف هني بعدين نضيع نفس اخر مره ننتشب خلنا نشوف وين نحن قاعدين نمشي بس نعرف دل خضر هذا حصلت بوريسيرش يعني في تروستر شو هذا ترستر اي يوز علي نازل ترى خلينا نشوف ما يناقع نهاية هذا مال مال الشب هنا ما شاء الله اي هاي ها دي ولا نخليه ما ادري تقدر نقدر نستفيد منه في شيء وين السيارة؟ وفر علينا يعني خلنا ناخذ اكسجين يا ريان وين الباور سفري مالك؟ ما كملت كمل انزين يا اخي ليش ما كملته في هني في هني بعد عند السيارة دايركت خلنا انا بمشي تحت شوي بيك في باور سفري وايد هنا والله كله في اكسجين بعد وايد نزل تحت يا حبيبي ها شو ها شو ريسيرش نصري انا اخذت يمين ونزلت تحت ترى بالقو اوكي في في هني شيء سوداء هاي شو هاي السوداء خلنا ناخذ الاكسجين شكل الوضع راح يكون سيء لا ما في شيء ما في شيء ها انت تحت إيه؟ كيف وصلت قبلي؟ رايت ها؟ رايت لول لا ريسيرش اخري انا يا ابن بعقفوك
شو شيل الاكسجين بتحصل اكسجين شوف سيدا فوي اكسجين شله عب 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 هالكهف ما في خير في كهوف كبار يا اخي تعرف هم كلهم ترى على فكرة شوف هذا هني ما ادري زين نبات تيتانيوم كيف ترتيب يا اخي نبى سيارة تشل اكثر يا اخي ما في خير خلنا نصير نسوي ريسيرش على الاقل بوينتس ونرد نشل الاربعة شوف شو رايك انت تدور كهوف وانا بصير اسبوع نشل الريسيرش ورد كيفز ذكرت شيء خليل بس كلهم ترى كلهم كيب واحد ترى على فكرة والله زين تعرف بنسوي شيء ثاني لا انا عندي شيء ثاني بنصير عند بيسنا بنحفر هناك ترى كله سيم شدي بس الماتيريالز يجت انت وينك يا استريك ورانا داخل في هذا الايتم اللي حصلناه ما نعرف شو سالفته ترستر ترستر هذا مال السفينه يوم بتسافر تبى ترستر هذا تحطيه عشان ترخ صاروخ نعرف مكانه لكن خلاص مكان نهار لو حركنا كان حلو حقي انا اكسترا انرجي كل وقف طايع يتعدى تدري يا ريان ارجع لا ما برجع تم واقف زين الرجوع خطر عندي بطاريتين بس هاي بولا لارج استورج بس بس حق بطاريات تعال اعتدل ولا خذ كرسي عنا يا ريال لو يلا يلا ما في لا هواء لا شمس لا شيء ها قام يتحرك اوكي اي عندي سفري انت سفر يا سي صدق انا شو يا ريال زين ما حصلنا تيتانيوم بس تعرف شو بنسوي؟ بنحفر عند البيس انا حافر حفر عند البيس اوريدي بوديك عنده بس بنكمل عليها وشو بنسوي؟ بنسوي تترس يا اخي تحت اوكي ولا ليتات تحت وات ايفر لايتس يا اخي ما في لايتنينج في اللعبه لازم شيء ايريت لا ليت عشان تعرف درب يعني شيء عشان يدليك درب عرفت؟ ايه بيكن؟ بيكن شو يسوي؟ بيكن شيء يعني تعقى مكان شفت الحين كيف تشوف البيس؟ ايه يشوف البيكن لا بس داخل كيف ما منه فايدة عزيزي. انا خاطري ابند ليتاته بس عشان اوفر كهرباء هذا شو؟ هذا شيء ترى لا خربيت شيء نفس هذا ال شو اسمه؟ مال الله يطلع أخضر غاز. شو؟ طلع زق يا را. لو أنا خطرت شو من وصل عند البيس يقلتش. اول شيء شيل هذا شوف الزهر كم يعطي 500 بس شو الفقر يا ريال